ينضم إلينا من نيويورك الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أحمد محارم. أهلا بك أستاذ أحمد. هل نستطيع أن نقرأ بأن الولايات المتحدة باتت جادة في وقف إطلاق النار في لبنان؟ صباح الخير، التحية والتقدير. نعتقد ذلك لأنه الجبهة الساخنة في الشرق الأوسط اللي انتقلت من غزة إلى لبنان، تطورات لبنان تشغل الرأي العام العالمي، أوروبا، فرنسا تحديدا، الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد هناك مؤشرات قيلة في البيت الأبيض أن ممكن الثلاثاء صباح اليوم يكون شبه يعني بالدرافت النهائي يكون موجود تقبل به الأطراف. أعتقد من جهة إسرائيل يقال أن بنيامين نتنياهو يبدو أنه مقبل على أن يكون هناك وقف إطلاق النار على الأقل من وجهة نظره كمرحلة، ينتظر إلى أن يصل الرئيس المنتخب ترامب إلى البيت الأبيض 20 يناير القادم، وتكون هناك مرحلة أخرى إما من مزيد من المباحثات أو أشياء أخرى. ولكن يبدو من المصادر اللي طلعت من أمريكا أو من الداخل الإسرائيلي أن هناك شبه إجماع لكل الأطراف، تعطى فرصة للولايات المتحدة الأمريكية أن تستطيع أنها تدلي بدلو وأن يكون وقت إطلاق النار، لأن الحقيقة القلق اللي حاصل في لبنان يعني بيزداد يوم بعد يوم، وأمريكا وفرنسا بيضمنوا أن يكونوا هم مشرفين على المسائل في المستقبل القريب. أستاذ أحمد، ما الذي دفع اليوم الإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل من ناحية والعمل بشكل جاد لوقف إطلاق النار في هذا التوقيت؟ الحقيقة السؤال كويس، لكن أي إدارة أمريكية تقصد؟ الإدارة الأمريكية الحالية في أضعف ظروفها. نعم، يعني إذا كان بايدن بيحاول بقدر الإمكان، في وجهتين نظر، واحدة بتقول إن هو بيحاول أن يورط الرئيس القادم وأن تستمر مسألة الصراع الموجود حتى يواجه مزيد من المشاكل. يعني هو بايدن يدرك تماما أن ترامب عنده القدرة لتفعيل شيء في أوكرانيا وتفعيل شيء في لبنان وفي غزة، لكن لا يريد له أن يكون يحقق هذا الانتصار من ديوان، وبالتالي هو إما أنه لا يستطيع أن يفعل شيء أو يحاول أن يعرقل المسائل ويشجع بنيامين نتنياهو أن يستمر في ذلك. من الجانب الآخر، الفريق الرئاسي اللي بيقترحه ترامب والموجودين معاه أعتقد بيوصلوا رسائل عكسية إلى الإدارة في إسرائيل، أن من المفضل أن يكون هناك نوع من الضمانة أن وجود ترامب في السلطة سيجعل هناك نوع من الرضا الشعبي في الداخل الأمريكي، وأيضا في المنطقة يكون في نوع من استقبال رئيس قادم بشكل جديد يجعل أمريكا بشكل أفضل من الأربع سنوات السابقة.